اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. كابتن محمد ابو العلا، كابتن وائل رياض شيتوس، مشرفين ومنورين. كابتن سيف ابو العلا، بتشرف بوجودك دايما حبيبي، منور دايما. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. الحمد لله تمام. كابتن شيتوس حبيبي يا كابتن سيف، مساء الخير. مساء الفل. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. هو انت كام سنه وهو كام سنه؟ هو مواليد 80، انا 82. انت 82، انت اكبر سنتين. طبعا انت السنتين دول فاهم عاملهم تاريخ. لا هو قال لك يعني اخد بقى كتفه وتقول له نصايح. لا خالص والله. هقول لك على حاجه كوميديه جدا. القصه من الاول ماشي. ابو العيله وهو بيلعب كاس العالم في مصر ناشئين تحت 17 سنه، كان منتخب، كنت انا في منتخب الناشئين تحت 15 سنه، كنا بنلم الكور للمنتخب بتاع ابو العيله اللي هو كان كابتن الفريق بتاعه. فعلا فعلا. انت فاكر انت لما تبتدي البدايه دي مع ابو العيله ان انت كده بقى فاهم يعني ظبطته؟ لا 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 ما ظبطتوش. خلي بالك، ما بي يعني هو معاك انت هتظبطه. لا ما فيش حاجه يعني ما فيش خير بينفع معاه. لا لا خالص. لا 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 خالص. لا لا يعني هو هيخش عليك بعد 5 دقايق ويعترض على كل حاجه. الموضوع خطر جدا. ميدو فريق ميدو ميدو معانا. احسن ميدو بس هو كان احسن ميدو بيقول نفس القصه اللي هي في الوقت بتاع كاس العالم ده كنا موجودين. ميدو قال لك كان بيلم كور معاك؟ هو لا، المنتخب ده كانوا اصغر مننا. انا بسالك سؤال واحد بس، ميدو قال لك قبل كده؟ لا ميدو هو كان بيلم ميدو لك ميدو في كاس العالم 97 فعلا. كان لو سن شيتوس. ايوه في المنتخب ده فعلا. أيوة كان هم اللي موجودين. المنتخب ده ده تعليمات يعني، مش رايحين احنا نشجعه كمان. مش انت مش قادر تقول لي ولا لا صح؟ اقول ايه؟ لا انا طب انا اقول لك فكره حلوه قوي. طب انا اقول لك انا فكره حلوه قوي. اسال ميدو. اسال ميدو. لا انا بسالك انت بتقول لي ميدو قال لي. قلت لك ميدو قال لك كده. ميدو ليه؟ اصل ميدو قال نفس الكلام ده، فانا عرفت انت كده نفس المنتخب. بس ميدو 83 قال لك ايه بقى؟ لا بس هو كان معانا. ما هو ده اللي بكلم. ميدو 83 مش 82. فانا كده ميدو كان صغير وبيجي معاكم منتخبكم. انا غلطان. والله انا مان. انا ميدو قال لك ايه بقى؟ ميدو قال ان هو في كاس العالم كان بيبقى موجود فعلا في ارضيه الملعب. عارف اللي بيبقى دايما بيبقوا اصغر فبيشجعوا منتخب مصر. بيبقوا حوالين الملعب. فقال لي ان هو كان موجود برضه في كاس العالم. مش قادر تقول كانوا بيلموا. مش قادر. اصل انت اصل في حاجه اسمها دبل ميننج. لا لا اخاف من ايه؟ ميدو يعمل مداخله كده. لا اخاف من ايه؟ مرعوب من مين؟ مين؟ ميدو اخويا الصغير. طب ما انا بسالك قال لك ايه؟ انت عمال يجي يقول لا انا يعني انا ما اقدرش اقول على وائل مثلا رياض ان هو كان بيلم كور لفلان. لا ده على فكره دي حاجه احنا شغال. طب ما انا كان المنتخب اكبر مني كنت بتفرج عليه. يعني دي في الناشئين ده قاعده وعرف وتروح تشجعه عادي جدا. طبعا. بس استخدام لفظ دبل مينينج ان انت تاخده بمعنيين. حريص. لا ما حريص شاطر. لا مش موضوع حريص. اتعلم اتعلم. لا مش موضوع اتعلم. مش موضوع حريص. موضوع اولا ميدو فعلا اخويا الصغير بجد مش هزار يعني. ولما طلع معانا في الزمالك كمان كان اصغر مننا ويعني اخونا الصغير. دلوقتي انت طلعت معايا سنين وسنين. عمري اصلا ما اقتنعت بيك، يعني عمري ما اقتنعت برايك ولا حاجه خالص ولا فاهم ولا اساسا عمري مشيت مع رايك. بس انا حق ربنا يعني انا بعتذر لك على الهوى. انا جادلت معاك الفتره اللي فاتت في الحارس الثاني للمنتخب والاختيارات، وعملنا حلقه في الراديو طويله قعدت اجادل معاك فيها، وفي الاخر ابو جبل راح. انا دي كان يعني كنت متوقع ابو جبل حارس مرمى كبير. لا احنا كنا وانا شايف تفتكر كنا محتارين في مين رقم 2. وانا شايف ان طبيعي يروح طبيعي، بس تألق عواد والمنتخب اخذ ابو جبل احنا كنا مختلفين فيها وانت صح. بص لا هنا بقى ما فيهاش صح بس انا عايز اقول حاجه بقى مهمه اللي كنت بكلمك عليها لما كنا مع بعض في حلقه في الراديو قعدنا فيها كتير قوي. احنا كنا مختلفين على رقم 2. الفرق في نادي الزمالك ان عنده اكتر من حارس، فكله زي ما انت قلت كده في الانترو بتاعك كانوا بيدبدبوا ورا بعض، فانت في حيره اصلا مش عارف مين رقم 1 في الزمالك. وده ساعات بيبقى لمصلحه الفريق. الفرق بين موجود وكنت دايما بتستخدم ان في حارس مرمى في حته ثانيه، دي بتبقى عباره عن سيستم. اسمعني بس للاخر. دي بتبقى عباره عن سيستم. انا غلطت ان اديتك حق. اسمعني بس لو سمحت. دي بتبقى عباره عن سيستم. لا غلط. احنا مختلفين. لا غلط. وائل رياض هيحكم بينا وهيقول لك انت غلط. أنا لازم اتكلم. ماشي بس اللي انت بقى بتقوله دلوقتي غلط. هقول حاجه ثانيه بس افهمني. اتفضل. فكره ان انت لما يكون في حد زي ما انت بتستخدم مثلا كلمه ان حد مختلف او في حته ثانيه، دي بتبقى ليها علاقه ان ساعات مفيش حد بيدبدب وراك. وجود ان حد بيدبدب وراك بيخليك تلعب شويه ماتشات وواحد تاني يلعب غيرها. فلما حد بيلعب ماتشات والتاني بيلعب غيرها انت بتقع شويه من حته ايه؟ ما بتبقاش في حته تانيه. اللي بيحصل في الزمالك ايه؟ كان جنش، كان عواد، كان ابو جبل، فما فيش حد خد الاربع خمس سنين على بعض. تمام. فدي فرق، بقول لك الظروف وفرق السيستم وفرق ان ممكن يكون نوعيه الاختيارات في نادي الزمالك من حراس المرمى كتير، ثلاثه ورا بعض، والثلاثه يلعبوا عشان عارف. ماشي. وبدليل ان الثلاثه يلعبوا
انت دلوقتي كنت في حيره، عواد اللي رقم 2 ولا ابو جابر رقم 2؟ لا غلط. طب مين رقم 2 في المنتخب؟ اللي انت قلته غلط. لا انا قول لي ليه، انا بقول لك كوره بقى. قول لي ليه بقى، ما انا بقول لك كوره. يلا قول لي ليه. قول ليه. الزمالك عنده مشكله ان ما فيش مدير فني قدر يقفش رقم واحد، ما فيش واحد قدر يثبت نفسه ان انا واحد، فهنا يجي واحد وراه حتى لو جامد يدبدب وراه. لا ما فيش، انا بلاعب ده ما بيتالقش. بدليل، بدليل في وجود كارتيرون اتفقوا اتفاق ان اللي يغلط يقعد، صح؟ غير اربع حراس مرمى او ثلاث حراس مرمى. تمام. مع ابو جبل ومع عواد. هو ابو جبل، عواد لعب على ابو جبل عشان عواد كان جامد جدا فعمل روتيشن، ولا عشان مستوى ابو جبل نزل؟ طب هو عواد قعد نفس السبب؟ بالعكس، هو عواد قعد برضه. انا عايز اجابه، انا عايز اجابه. عواد قعد عشان يتعوض. طيب انا انت بعد اذنك قلت وجهه نظرك. انا قلت وجهه نظري، انا مختلف معاك يا فندم. لسه ما قلتش وجهه نظري في حته صغيره. انا بقول لك الفرق هنا ان انت مختار ثلاثه قريبين من بعض، الثلاثه بيدبدبوا. انت هنا السياسه هنا ان يكون في روتيشن. في انديه كتير بتعتمد ان في حارس مرمى رقم واحد وحارس مرمى رقم اثنين، ده معروف ترتيبه. مش انديه، ده بمستواه. لا مش انديه، لا في السياسه مش مختلفه. يعني في مش نادي بياخد انت جاي رقم واحد. لا لا غلط. انا ما عنديش كده في زمان. لا اداء، انت ما عندكش الحارس اللي اثبت نفسه ان هو واحد فما عرفش ينزل. يعني ما يعني رقم واحد في حته ثانيه ما بيغلطش. انا مش عايز اجادلك. انت ده رايك. لا وجهه نظري. لا بس دي وجهه نظرك ودي وجهه نظري. طيب اولا انا مقتنع جدا بوجهه نظرك اللي بتقول ان مفيش حارس في نادي الزمالك قدر يفرض نفسه فتره طويله عشان يقول انا الحارس الاول. ابو العلا بيتكلم من ناحيه الروتيشن او ناحيه ان ممكن جون يلعب وجون تاني بعديه يلعب بشويه. السياسه دي في العالم كله مش هتلاقيها موجوده، يعني قليله جدا. حارس ريال مدريد بقى له فتره هو حارس ريال مدريد، حارس ليفربول هو بقى له فتره بقى حارس ليفربول. اللي بعديه اللي بعديه اشرح له مين بعديه. انت عارف انا قلت لك عواد لما جه نادي الزمالك كان وصل لمنتخب مصر. انا بقول لك كده، انت جايب حارس مرمى منتخب مصر، وجنش لما كان ثابت في نادي الزمالك حلو راح من الراجل المسؤول عنه منتخب مصر. الراجل مش عندك الثلاث حراس مرمى منتخب مصر من الزمالك، دي مش موجوده في اي نادي. لا لا راحوا منتخب مصر من الزمالك كحراس ثانيه مش حراس اولى. مش فارقه، ما انت لا تفرق. ما تفرق لو حارس لو حارس قوي، لو حارس قوي يا ابو العلا موجود في نادي الزمالك بيلعب زي الشناوي واخد مساحه كبيره جدا من اللعب ممكن يبقى فيه منافسه مع الشناوي. قلت لك واخد منافسه في اللعب عشان مفيش حد بيدبدب وراه، مع اعتذار لاي حد موجود. عشان طول ما في حد بيدبدب وراه طول ما الصوت هتفضل مهزوزه. طول ما انت هو مين اللي مفيش حد بيدبدب وراه هناك في مثلا الشناوي؟ مفيش حد بيدبدب وراه كتير زي الثلاثي بتاع الزمالك. رد على الاستاذ. لا طبعا الشناوي مش هيوصل للمستوى ده. الحمد لله ربنا بعت لي الراجل ده من السماء والله. الشناوي مش عمر ما في حارس اول هيوصل لمستوى كبير الا لو وراه حارس هو عارف ومقتنع في التدريبات ان هو حارس لو اخد فرصته هيأدي بشكل كويس جدا. ده حاجه ده احنا حاجه عكس بعض. لا احنا مش عكس بعض. يعني هو بيقول عمر ما حارس كبير هيوصل للمستوى ده غير لما يكون في حد بيدبدب وراه. لو حد بيدبدب وراه لما يجي له فرصه يركب. لا لما يجي له بعض الفرص اللي لما التاني يريح يتعور. انما ان انا اغلط ابقى في سياسه ان انا لما اغلط اقعد. طب ما انا لازم اغلط عشان اكتسب خبرات. هي بقى دي السيستم اللي بقوله. كل ما باجي العب واغلط اروح قاعد. ده الحراس في الزمالك اللي عملوه. هو ده اللي انا بقوله، ان انت وجود السيستم بالمواصفات دي ان عشان في ثلاثه موجودين فعلا مش موجود هيغلط. لكن الناحيه الثانيه لا هو انت موجود. قال لك مفيش مدير فني. بعيد شويه كابتن ابو العلا، السؤال اللي محتاج اجابه من كلمتين. التغيير في نادي الزمالك للي فيه اثنين جامدين في روتيشن ولا محدش اثبت ان هو رقم واحد؟ لان الثلاثه جامدين مفيش فرق كبير. انت حضرتك وجهه نظرك كده رايك كابتن؟ ثلاثه رايك كابتن؟ لا تمام. دي مش موجوده في العالم كله. لا. يعني لا في العالم كله مفيش مدير فني بيدور على ثلاثه جامدين. الواحد اللي جامد ما بينزلش من على الشبكه. ما هو ده اللي بقول لك يا سيف، انت السياسه والسيستم مختلف. جاب ثلاثه جامدين، جاب اربعه جامدين مش ثلاثه. ده كان السيف اربعه قبل محمد صبحي ينتقل. فده اللي بقوله لك انا. تمام. فالاربعه لو توزعوا على الدوري الممتاز الاربعه نفسه يروحوا منتخب مصر. مين كان رقم واحد فيهم؟ مفيش حد رقم واحد. كان بيلعب ثلاث السنه اللي فاتت لعب. ده غلط. ما دي غلط. دي نقطه سلبيه. دي نقطه سلبيه. انا دي مش مشكلتي. دي مش كوره. انا بتكلم على قدرات الحراس مش بتكلم على انت اخترت اللي يبقوا ثلاثه. ما مش قادره تظهر مثلا قدرات الحراس دي مش قادره تظهر. انا فاهم انت بتقوله يا شيتوس. انا مثلا مش مسؤول يا سيف لو جبت لي رونالدينيو وميسي ومش عارف ونيمار في فرقه واحده هتلعبهم في مركز واحد ازاي؟ انا بتكلم على ايه؟ بتكلم ان انت الفلسفه هنا والسيستم هنا اختار ان في ثلاثه جامدين جدا. ثلاثه جامدين جدا دول ياثروا على كل واحد فيهم. ليه؟ مش هيروحوا منتخب بقى. لكن الوحيد اللي متبروز لوحده هيبان ان هو مختلف. مفيش حد بيدبدب وراه. دايما هو اللي بيلعب كل الماتشات. لكن انت عندك لو عملت بس كده اللي بعديه انا بقولش بقى ان معه ضد. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ ممكن اسال حضرتك سؤال؟
حارس مرمى النادي الاهلي لسنين كتير قوي كان مين؟ قبل محمد الشناوي. قبليها كان الحضري. قبل محمد الشناوي. قبليها؟ شريف اكرامي. شريف اكرامي اه. لما جه محمد الشناوي جاي الاهلي مع شريف اكرامي، الناس قالت ايه؟ احنا قلنا ايه في الاعلام؟ واحد بيلعب اساسي وبتروح المنتخب رقم 2 او 3 ولا 3 ولا 4 طبعا. اللي يا عم يوديك تقعد احتياطي، صح كده؟ صح. خلاص؟ مين يقعد شريف اكرامي؟ ده الكلام اللي احنا كنا نقوله ساعتها، صح ولا لا؟ دي واحده بس. محمد الشناوي ركب رقم 1 وشريف اكرامي رقم 2. الناس قالت لك ايه؟ شريف قاعد لحظه غلط محمد الشناوي او ان هو ينزل هيركب، صح؟ ما عرفش يركب. لا انا شريف قاعد فتره راكب هو قبليها. قبليها صح، ما هو ما انا بقول لك لما ركب ما عرفش ينزل. اذا الجامد الشناوي ركب سنه يعني. سنه تحصل سنه وبعد كده شريف مشي. ما هو ما عرفش ينزله خلاص. لا مش هو شريف هو شريف راجل دماغه مترتبه، عرف ان انا مش هنزلك، انا هقعد لك كويس. كتير كويس جدا عارف. فاهم قصدي؟ المشكله في الزمالك ان كل المديرين الفنيين مش قادر يمسك رقم واحد لو منزله. فعشان ما فيش رقم واحد، هم كلهم قريبين من بعض. تاني بقول لك كلهم قريبين من بعض يعني. هديك بقى السؤال بطريقه تانية، لو كان شريف كان موجود في الوقت اللي كان مثلا ممكن يكون فيه عدم توفيق للشناوي، وكان شريف وجت فرصه ان شريف ركب مثلا تاني، كان لو كويس واقف على رجله هيلعب. ما هو ده اللي بيحصل في الزمالك بقى، ان الثلاثه موجودين يقدروا يوفروا عليهم. هو ده اللي بيقوله. حاجه ثانيه كابتن سيف بعد اذنك، الدنيا هل هم قريبين؟ هم بعدوا علي على فكره. علي لطفي حارس مرمى كويس جدا مش عارف، بس هو اتبعد بسبب ان هو ما بيلعبش كتير، ما بقاش رجليه في الملعب، فعايز عشان يفوق عايز فتره طويله. الفتره الطويله دي ما بيتسمحش بيها في سيستم تاني يعني. هناك لا رقم وفي نادي في العالم رقم 2 بيلعب. ما هو يبقى في العالم. يبقى انا كلامي ان السيستم في الزمالك ده كلامي بقى. الزمالك في يا باشا، ان السيستم في نادي الزمالك اختار ان يبقى مثلا مش زي معظم انديه العالم، اختار ان يبقى فيه ثلاثه جامدين جدا في غلط. غلط بالنسبه لمين؟ غلط، لان مش دي الحقيقه. الحقيقه ان مفيش لسه واحد اثبت ان انا رقم واحد. لا مش بنتكلم في نفس الحته. الثلاثه جامدين، مفيش فينهم فعلا جامدين. ده اللي هي بنسبه كام في الميه؟ لا جامدين، خليني اقول لك. لا بنسبه كام في الميه؟ حراس مرمى جامدين يعني، مفيش فروقات بينهم يعني. هتلاقي ده مميز في حاجه وده مميز في حاجه ثانيه وده مميز، مفيش فروقات بينهم. لكن اللي بيحصل بقى ايه؟ ان انت وجود الثلاثه جامدين مخلي ان مثلا واحد لو مثلا كان في مدرب عايز لعيب بيلعب برجليه كويس مثلا يعني، فكان ممكن يختار احسنهم بيلعب برجليه. لو مدرب مثلا كان عايز طول هيقوم مغمض كده واخد الاطول واحد. لو عايز مدرب مثلا بيختار اللي بيلعب بضربات جزاء هيختار واحد تاني انفرادات كده. الثلاثه بقى عندهم دي، لكن انت بعدت الناحيه الثانيه في السيستم واحد خليته بعيد عن اللي بعديه. اللي بعديه ما بياخدش فرص كتير. لكن الزمالك سيستمه مختلف، جاب ثلاثه جامدين سوبر في مكان واحد. ده عمل ايه بقى؟ ده خلى ان كل شويه بيلعب قطع. هما اتنين دلوقتي بس. ما هو بقول لك لما كانوا موجودين كانوا السنه فاتت ثلاثه. طب ما ثانيه اتنين. طب هم مشوا واحد ليه؟ على ان ما ينفعش الثلاثه يقعدوا مع بعض. هو ده اللي بقوله لك. ومش على فكره مشوا اربعه ليه؟ كان صبحي معاهم. عشان ما ينفعش اربعه يقعدوا مع بعض، عشان نقرب من السياسه شويه بتاعت اللي موجوده في العالم. اي نادي فيه اتنين جامدين واحد صغير. لا مش كل الانديه فيها اتنين جامدين، ده بقى اللي انا المعلومه اللي بقولها لك. فين بقى؟ مش كل الانديه فيها اتنين جامدين، بدليل ان انت دلوقتي عواد لو كان لعب اربع خمس ماتشات كمان ولا ماتش كمان النهارده كان طبيعي جدا يعني. هو طبيعي ان عواد بعد ما يتالق مثلا ابو جبل عشان هو موجود فياخده رقم اتنين؟ لا، لو قعد ثلاث اربع ماتشات كان عواد بقى موجود في المنتخب تاني. هيفضل الروتيشن موجود طول ما السوبر اللي بيلعب في الزمالك موجود. الاتنين جامدين، الاتنين يروحوا. هو ده اللي انا بقوله لك. يروحوا فين؟ يروحوا المنتخب الاتنين. كابتن وانس اللي يلعب يروحوا عادي. ايوه ابو جبل راح منتخب. عواد لو فضل يلعب خمس ست ماتشات يروح المنتخب. كابتن وائل رايك؟ ما علي لطفي هقول لها لو مشيت نفس السياسه. علي لطفي لو لعب خمس ست ماتشات هروح المنتخب. ما بتمشيش بقى ليه؟ هو ده اللي بقوله. انا اقول لك بقى، عشان انا راجل اشتغلت في المنتخبات وبنحط قائمه قبل ما من يعني كنا بنختار قوائم. مش كل مره بتختار اللي بيتالق قبل المعسكر بماتش او بماتشين. طبعا ده موضوع طبعًا. في الاختيار طبعا. ده هو ده اللي حصل المره دي. طبعا صح. لان المعيار دي اللي انت كنت صح فيها. ده يعني ده البدايه بتاعت الحلقه. انما المعيار بتاع المدير الفني او الجهاز اللي موجود ما بيبقاش زي عيار الجماهير، بل بالعكس هم شافوا ان الفتره اللي فاتت مين في المعسكرات كان رجله موجوده اكتر، مين اللي كان ليه دور اكتر في منتخب مصر. فطبيعي جدا ان والمركز ده مركز حساس جدا يا كابتن سيف. ما ينفعش فيه وجوه جديده قريبه. صح. ايهاب جلال عايز اولا هو وجه جديد، فمحتاج ناس قديمه تسنده، ومحتاج الوجوه الجديده تبقى في اماكن مش حيويه. ممكن اسالك سؤال تاني اجابته جمله واحده؟ مين افضل، ابو جبل ولا عواد فنيا من وجهه نظرك؟ بالنسبه لنا عواد. عواد. كابتن ابو العلا. عواد اكثر موهبه. اكثر موهبه. ابو جبل بيشتغل على نفسه وبيركز، عنده مقاومات كويس جدا جدا يعني. احنا كنا بنقول ابو جبل في حته تانية في ضربات الجزاء. صح. فوجئت ان عواد في حته تانية برضه في ضربات الجزاء. اه فانا عايز اقوله اللي خلى المنتخب يفكر كده. لا
اما الحته الثانيه قلت لك نفسي اعرف مواصلاتها ايه الحته الثانيه دي عشان نروح لها حته صغيره كده مش كل الناس هيقعدوا فيها حته صغيره. عملت مع مداخله في الراديو بقيت بقول له والله انا في كلمه في جمله في حته ثانيه دي بتتقال من زمان قوي بس بقيت بقولها وانا في كلمه حته عارف حته في الته دي افتكر سيف زاهر اقول ايه ده عايز يخش ينتش الحته بقى فاهم ان الحته يعني من غير اشتراكات. طيب نروح سريعا لزميلنا ايمن مصطفى من المغرب على الهواء مباشره يطمنا على فريق الاهلي. ايمن مساء الخير اتفضل. اهلا بيك كابتن سيف مره تانية واهلا بكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس. انا كنت بكلمك على النهارده كان في تواجد عدد كبير من جماهير الاهلي، مش عدد كبير قوي يعني حوالي 50 او 60 واحد كانوا جايين من مسافات بعيده، منهم من الجاليه المصريه اللي موجوده هنا في المغرب او اللي جم من القاهره، وكان عندهم حرص شديد جدا ان هم يشجعوا ويساندوا لعيبه النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب استاذن الامن النهارده وسمح ليهم ان هم يحضروا حوالي 10 دقائق او ربع ساعه في البدايه وقت طبعا اجراء عمليات الاحماء، شجعوا وحمسوا لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وبعد كده طبعا طلعوا من ملعب العربي الزاولي اللي كنت بقول لك ان هو بيبعد حوالي ربع ساعه فقط عن فندق الاقامه. خلال التمرين النهارده عمرو السوليه هو الوحيد اللي طبعا يعني نسبه مشاركته تكاد تكون 50-50. عمرو السوليه بيشارك في اجزاء من المران، حتى الان ما خدش مران واحد بشكل كامل، ده يعني الوحيد اللي فيه بعض القلق، الى جانب طبعا محمد عبد المنعم اللي خلاص يعني بنسبه كبيره جدا فرصه لحاقه باللقاء تكاد تكون شبه معدومه. موسيماني النهارده خلال التقسيمه وخلال التمرين يمكن غير في التشكيل حوالي 5 أو 6 مرات، اعتقد هو اكيد في دماغه مستقر على التشكيل لكنه بيحاول يحافظ على معنويات كل اللعيبه، كل اللعيبه يبقى عندها الحافز ان انا لغايه اخر دقيقه ممكن يبقى عندي حظوظ ان انا اكون موجود في التشكيله الاساسيه، كل اللعيبه بحاله فنيه ومعنويه مقبوله جدا. بعد انتهاء الميران يمكن وقت تناول وجبه العشاء اللعيبه شافت لقاء ريال مدريد وليفربول، يعني طبعا زميلهم محمد صلاح في منتخبنا الوطني اكيد كان في تعاطف معاه، لكن اللعيبه بتحاول يعني تكون مركزه وما تفصلش نفسها عن لقاء الاهلي والوداد تماما، لكن بشكل عام الامور مطمئنه جدا. تواجد مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل برئاسة كابتن محمود الخطيب اللي طبعا بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي وكل اللعيبة قيمة كبيرة جدا، لا يتوقف عن تحفيز اللاعبين الكلام معاهم. موسيماني أيضا قبل التمرين كان ليه جلسة مع اللعيبة، اتكلم في بعض الأمور الفنية، اتكلم في بعض الأمور المعنوية، وبالتأكيد اللعيبة كلها عندها من الخبرات ويعني الحافز كبير قوي إن أنا أحقق مجد شخصي، أحقق ثالث بطولة دوري أبطال على التوالي، شيء كبير جدا يتمناه أي لعيب يكون موجود في السي في بتاعه. من المتوقع ان شاء الله ان يوم 30 تواجد الجماهير المصريه هيكون اكبر من كده. النهارده كان بناء على الدعوه اللي قدمها مجلس اداره النادي الاهلي ان الجاليه المصريه اللي موجوده هنا بموجب الباسبور او جواز السفر ممكن ان هي تاخد تذاكر لحضور اللقاء، كان في النهارده عدد لا بأس به تواجد في فندق الإقامة وبموجب جواز السفر حصلوا على بعض التذاكر. زي ما كنت بكلمك إن برضو في حالة دايما من المناوشات ما بين الجماهير المغربية والجماهير المصرية القليلة اللي موجودة، الهزار والكلام المقبول جدا كرويا، لكن الأمور مطمئنة جدا وكل شيء هنا على ما يرام فيما يخص بعثة النادي الأهلي. غدا إن شاء الله هيكون طبعا المؤتمر الصحفي لموسيماني، ولسه الحقيقة لم يتحدد اللعيب اللي هيكون موجود مع موسيماني، والتدريب الرئيسي على استاد محمد الخامس هيكون في نفس توقيت اللقاء، وكل التمارين الخاصة بالنادي الأهلي بتكون في نفس توقيت اللقاء في تمام الساعة 8 بتوقيت المغرب. يمكن النهاردة فقط التمرين كان بدري شوية عشان اللعيبة تلحق انها تشوف ماتش ريال مدريد وليفربول، لكن فيما عدا ذلك كل ايام الميران بتكون في نفس توقيت اللقاء. طبعا توقيتنا هنا في المغرب في تمام الساعة 8 اللي هيكون في تمام الساعة 9 بإذن الله بتوقيت القاهرة، وكل تمنياتنا بالتوفيق لكل رجال النادي الأهلي في جلب البطولة نمرة 11 في تاريخ النادي الأهلي ونمرة 3 على التوالي إن شاء الله. كابتن سيف بشكرك ايمن، شكرا جزيلا زميلنا ايمن مصطفى على الهواء مباشره من المغرب. هنكمل معاك ايمن ان شاء الله باذن الله بكره وبعده، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. شيتوس شاف المباراه ازاي؟ مباراه صعبه طبعا لان الاجواء اللي احاطت بالمباراه والناس كلها عماله يعني كانت بتحاول ان هي تعمل نقل للملعب المباراه، انما
خلاص هو القرار اتاخد. فصعوبه المباراه بتيجي من ان المباراه النهائيه من ماتش واحد بقى لها فتره، انما من ماتش واحد وهيبقى موجود في الـ في الـ في ملعب الوداد. فالصعوبه بتيجي من هنا. ما عندكش جماهير تقدر بالكم الكبير اللي تقدر تأزر الفريق. انما انا حليت الموضوع بشكل فيه دعابه شويه، وهو ان نعتبر المباراه دي هي مباراه العوده، والمباراه الاولى مباراه الذهاب خلصت في مصر 0-0، وانت ما عندكش اي حل غير ان انت فعلا لازم تكسب المباراه هناك. وتحطينا في الموقف ده كتير جدا مع النادي الاهلي، سواء في 2006 في صفاقس، سواء مع الترجي في 2012، يعني في كذا نهائي القطن الكاميروني في 2008، في كذا نهائي اتلعب بره القاهره، وقدرنا ان احنا او قدر النادي الاهلي ان هو يقدر يكسب البطوله ويعمل شكل كويس. فالمباراه صعبه، انما محتاجه يعني اداء رجولي من اللعيبه، محتاجه ان هم يركزوا في الملعب بشكل كبير جدا، لان اكيد الاجواء انت عارف يا كابتن سيف في المغرب وفي الجزائر وفي تونس في البلاد الافريقيه اللي هم في حساسيه في الكوره ما بيننا شويه ما بيننا وبين بعض، يبقى في بعض المشاكل في الملعب وتضييع وقت لو هم كسبانين ولا حاجه. فانت محتاج ان انت تركز بشكل كبير جدا. زائد احنا محتاجين اهم حاجه في الموضوع التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، اللي بشكل كبير جدا بيبقى موجود مع موسيماني في الماتشات الكبيره. نتمنى ان هو يعني يكمل معاه ويكون التوفيق حليفه ويرجعوا بال11 باذن الله. موسيماني يجيد اللعب مع الكبار؟ طبعا، ده هو ما بيجيدش اللعب غير مع الكبار. يعني موسيماني ما بيجيدش لعب مع الصغيرين، ما بيجيدش، مع احترامي طبعا للاسامي الصغيره في الكوره سواء المحليه او الافريقيه، انما هو بيجيد التعامل مع المباريات الكبيره لانه بيذاكرها كويس جدا جدا جدا. وده انا رحت حضرت له كذا تمرين واتكلمت مع المقربين منه، لا هو بيذاكر كويس قوي الماتشات الكبيره، بيبقى عامل حساب كبير جدا، وهو الواضح قدامنا كلنا ان هو بيذاكر افريقيا اكتر ما بيذاكر الدوري. بيجيد اللعب مع الكبار. كابتن ابو العلا، ماتش افريقيا نهائي افريقيا طبعا من الودان، انا شايف ان هو على المستوى الفني في المتناول، لكن هو صعوبه الماتش ده تكمن في التفاصيل اللي هي حوالين المباراه. يعني ما يعني في المتناول فنيا في المتناول، فريق الوداد ما فيهوش حاجات تخض خالص. الافضليه الاهلي قصدك؟ طبعا في المتناول فريق الاهلي، يعني لان فنيا قلت لك انا شايف ما بقاش فرق بتصرف في نفس المصاريف زي زمان. مثلا فرقه الترجي ما بقتش ترجي، فكره الرجاء ما بقتش رجاء، بالنسبه للمحترفين، بالنسبه لنوعيه اللعيبه اللي موجودين والسوبر والحاجات دي كلها، حتى نوعيه الدوري اللي موجود فيها كل فرقه من دول ما تفرز الحاجه السوبر يعني. ففنيا في المتناول. ظروف بقى المباراه انها بصراحه يبقى في ملعب الوداد دي صعبه، او في ملعب في المغرب دي صعبه. جماهيريا هتبقى اكيد دي دايما صعوبه افريقيا بتيجي على فكره في الجماهير، ان انت وجود في تلعب في بلد غير بلدك، مناخ غير مناخك، ظروف غير ظروفك، غصب عنك الحكم، وان كان ان شاء الله يكون حكم سوبر طبعا فيكتور جوميز، بس الفكره ان انت غصب عنك ممكن تبشر تضغط. فدي بس العوامل المؤثره حواليك، الاعلام، الحقيقه دي كلها. بس لكن فنيا بقى لو انت عرفت تعزل نفسك، ولعبت الاهلي عنده القدرات ان خبرات انه يقدر يعزل نفسه عن الضغوط، لو عارف يطلع من دي، لو عارف يبدا بدايه جيده، نادي الاهلي لما بيكون بيدافع كويس بيعرف يكسب الفرق الكبيره. الفرق الكبيره ليه الاهلي بقاله فتره بيجيب فيها حتى كمان سكور؟ لان الاهلي قدام الفرق الكبيره بيبقى حريص على الدفاع جدا، لما بيجي يلعب جيم مفتوح قدام الفرق اللي هي اصلا عامله عليه جيم دفاعي بيتعب. الحلول، لان عدم الانسجام اللي بيبقى موجود قدام شويه نتيجه التغيير كتير في الثلث الهجومي بيخلي الانسجام قلل شويه، فما بيبقاش يبان لك ان هو في الفرق الصغيره مش عارف يهدف، مش عارف يخترق. في الفرق الكبيره هو بيعرف بقى اوتوماتيك السيستم بتاعه يعرف يكسبه. ليه؟ اي فرقه هتهاجمك انت عندك عناصر تشتغل على الكاونتر اتاك كويس قوي. محمد شريف، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كل دول يقدروا يشتغلوا على الكاونتر اتاك. بيرستاو الافضل مين؟ في ايه؟ خط الهجوم. في هناك في الاهلي لو لعب الماتش ده، لا انت النادي الاهلي ما عندوش خط ثابت. انت عارف هو اهم حاجه في الماتش ده انا من وجهه نظري ايه؟ ان ديانج يلعب. يعني ديانج او السوليه وحمدي فتحي هم دول الحاجه اللي بتنجح طريقه موسيماني لو عارف يدافع كويس. ثلاثه قصدك؟ هما بقى ممكن يلعب باختيار باثنين، دايما في الماتشات الكبيره بيلعب معظمهم بثلاثه. فلما بيلعب بالثلاثه بيدافع كويس، لما بيدافع كويس بقى يكسب الفرق الكبيره. يعني الفرق الكبيره بتهاجمك، لكن الفرق الصغيره اللي بتقعد مدافعه قدامك انت ما بتلعب باي عدد من اللعيبه المساحات مقفوله. الاهلي بينجح لما يتخلق في ظهر المدافعين مساحات مفتوحه، ده بقى له فتره. وبعدين خلي بالك لو قيمنا الفتره اللي فاتت مستوى الاهلي في الدوري، لا ممكن نقلق نقول ان لا ده مش مقنع. كان عشان بقول لك ان ماتشات افريقيا مختلفه. يعني ديانج هو اللاعب الوحيد اللي غاب يقلقك؟
بالنسبه لسيستم الاهلي ده اكتر لعيب بيعرف يقطع الكوره بسرعه، بيسترد الكوره بسرعه، فيفضل مخلي فرقه الاهلي قدام في الثلث الهجومي. وهو اللعيب الوحيد اللي بيعرف ينقل الهجمه بسرعه، عنده الفوت ورك بتاعه كويس جدا جدا في نقل الهجمه من التحول من الدفاع للهجوم او العكس، من الهجوم للدفاع. اول واحد بيقطع الكوره ده بينجح طريقه لعب موسيماني، لو لعب على كاونتر اتاك، لو لعب على باص سريع بين الخطوط. هي دي اكتر ميزه انا شايف انها الاهلي يعني فنيا هيكون محتاج تحديدا ديانج السوليه، ما اعرفش هيلعب بثلاثه ولا لا. حاجه تانية مهمه، البدايه، بدايه المباراه دي، البدايات بتفرق قوي 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 في الماتشات دي، انك ممكن انت تستغل بعد شويه ثلث ساعه نص ساعه الضغط بقى تخلي الجمهور ده يقلب على صاحب الارض. هل دي مباراه قفشه؟ يعني مباراه كل اللعيبه الحقيقه، مش مباراه حد بعينه يعني. هي المباراه دي ظروفها هي اللي صعبه، مش فنيا. فنيا انا باكد ان فنيا في المتناول. هيغلب بقى طبعا الحماس، طبعا انها مباراه واحده نوك اوت. مباراه النهائيات دي بيبقى ليها ساعات مواصفات مختلفه، يعني حسبتها مختلفه شويه، حاله اللعيبه. انت هتشجع الاهلي في المباراه دي؟ انت انا بشجعش حد. انا بالنسبه لي انت عارف ده، انا من زمان بقول لك، قلت لي انا كل رموز الزمالك والناس بتشجع. راجع تصريحه في الراديو. راجع تصريحه في الراديو. انا كمصري اتمنى التوفيق طبعا لنادي الاهلي كنادي، اتمنى له التوفيق، لكن اشجع دي انا بشجعش غير الزمالك. وانت لو قلت لي لا هتوقف، هي لازم جدال في الحته دي. انا مش بجد، انا بجاوب الاجابه المظبوطه. هتتمنى التوفيق لمين في المباراه دي؟ اتمنى اكيد طبعا التوفيق لفريق الاهلي. مش فريق الاهلي بيمثل مصر، الناس مش عايزه غير كده. احنا مأجلين الله عليك، ده احنا مأجلين اخر ماتش في الدوري الاهلي عشان بيمثل مصر. الله عليك. رقم 10 هيلعب في المباراه دي ولا هيلعب من غير 10؟ لا معرفش هو هيلعب ازاي، بس انا يعني اتمنى ان هو يلعب بطريقه 3 4 3 والكوره علينا، و4 3 3 والكوره معانا. ازاي؟ يلعب بحمدي فتحي هو اللعيب اللي في حاله الدفاع، يرجع يبقى مع الاثنين سردباكات يبقى ثالث، وفي حاله الهجوم بيزقه قدام السردباكات ويبقى ثالث نص الملعب. فالطريقه دي بتتحول. الثلاثه المهاجمين اللي انا عايزهم يلعبوا يعني، هو قفشه مش يعني لو انا حاطط تشكيل مش هيبدا معايا في التشكيل، انما لو احط احمد عبد القادر ومحمد شريف وناحيه اليمين بيرسي تاو، دول الثلاثه اللي انا مش حسين الشحات. لا مش حسين الشحات، دول الثلاثه اللي انا ممكن. لا يعني السرعات عند بيرسي تاو اعلى من حسين الشحات. والماتش ده ماتش وارد وواضح بشكل كبير ان ممكن تتضغط، والنادي الاهلي في الماتشات اللي بره ارضه بيتضغط في الاول وبيلعب على الكاونتر اتاك او الهجمه المرتده. فمحتاج لعيب عنده سرعات كويسه، احمد عبد القادر من ناحيه الشمال وبيرسي تاو من ناحيه اليمين، ومحمد شريف طبعا كتوب سترايكر ممكن يعملوا شغل كويس. حسين الشحات اكيد هيبقى ليه دور، طاهر محمد طاهر بيبقى ليه دور مع الراجل. انا بكلمك على فكري انا، ان ممكن فكر الراجل طاهر محمد طاهر في معظم النهائيات بيلعب وبيبدا اساسي، لانه بيقدر الوحيد اللي في المثلث الهجومي اللي قدام انه يقدر يرجع يدافع بشكل كبير جدا هو حسين الشحات. فهو الراجل عايز ايه، ده اللي اكيد هنعرفه يوم المباراه. انما انا بقول لك انا على الطريقه اللي انا عايز العب بيها كده. وان كان الثلاثه المهاجمين بالنسبه لي برضو مش بيج ديل، لان هو زي ما ابو العلا بيقول هو دايما بيغير فيهم. انما الثوابت عندي وهم قريبين بعض، قريبين من بعض. الثوابت عندي هتلاقي خط الوسط والمدافعين دول وحارس المرمى طبعا، دول الثوابت اللي ما فيهمش لعب كتير وما بحبش يبقى فيهم لعب كتير. واحنا في التدريب اتعلمنا حاجه مهمه جدا، ان انت حتى لو عايز تفاجئ الخصم ما تفاجئوش باي حاجه في خط الدفاع وخط الوسط. عايز تفاجئ، فاجئ في الحته الهجوميه. عشان اي عك اي حاجه اي حاجه قرارات غلط انت بتاخدها عندك في حلول خطين. في خط ظهر في خطين يصلحوا. صح. نطلع فاصل، وبعد الفاصل مع كابتن محمد ابو العلا كابتن وائل رياض بعد الفاصل. نرجع تاني بقى بعد ما اتكلمنا على النادي الاهلي والقادم للنادي الاهلي، نتكلم شويه عن الدوري المصري. الدوري المصري قرب لمين السنه دي؟ الاهلي والزمالك بيلعبوا لعبه القط والفار مع بعض. انا شايف ان كان الزمالك الاقرب في الفتره اللي كان فيها الاهلي بيلعب مؤجلات وما بيعملش نتائج كويسه، انما الزمالك ابتدى يهادي النادي الاهلي بنتائج مش كويسه برضو قبل ما يكسب طبعا النهارده مكسب الاسماعيلي. فهتفضل ما بين الاهلي والزمالك، ويعني في الاخر اتوقع الاهلي يعني. سبيرمتس في الجيم. بص، بيراميدز فرقه كويسه وفرقه عندها امكانيات كويسه ومدير فني كويس ولاعيبه طبعا على مستوى عالي جدا، انما لا مش هيكمل لغايه في الاخر في الجيم يعني، مش هيكمل. لا
الجيم هيبقى ثنائي اهلي وزمالك. انت عارف مين راح افريقيا ومين راح الكونفدراليه؟ اه مين؟ الاهلي والزمالك رايحين دوري الابطال، وفيوتشر وبيراميدز رايحين الكونفدراليه. لسه مش تحدد. اللي انا عارفه ان الزمالك بس اللي اتحدد حتى الان، لان هو هياخد على 17 مباراه. اه وفيوتشر رايح الكونفدراليه، والزمالك وبيراميدز والاهلي لسه ما اتحددش. طيب هو بيراميدز لما خسر ماتش الاتحاد السكندري اعتقد ان هو حلها شويه. فعلا متهيألي ممكن. انا دي مش عارف، بس انا اللي سمعته والله اعلم مسؤول الاتحاد كده، يعني ان الامور ماشيه كده، لان هياخد على ال 17 مباراه. لا 17 يعني. اسبوع طب يعني. طب ليه 17؟ مش عارف. ما انا يعني كنت سالت اصلا متعب فيها قريب، كان معايا في استوديو، فقال ان غالبا ممكن تبقى الابعد نقطه قبل 30 يونيو، يعني قبل ما الاعلان. ما هو لو كله لعب 20. لو تساوي كله ماشي، لو ما تساواش كله هياخده على 17. طب ما ياخد 19، لو كله تساوى 19، لو كله تساوى 18. بيتهيألي مش هيلحق. مش هيلحق. هو لان عندك الاهلي هيلعب، الاهلي هيلعب 14 ايسترن كومباني يوم 19 الزمالك. الزمالك طب ماتشين، فده انت كنت بتتكلم في 18 مباراه مش 17. ده بس ده ممكن في ماتش ثاني كمان هيكون الزمالك وبيراميدز لعبوا برضه. كويس، هو واقف بقى راجع عند 18، مش راجع عند 17. اشمعنى راجع عند 17؟ مش عارف ليه 17. ما هي انا بقول لك انا 17 عشان هو ده نص ال ده انت كده تبقى ظلمت. طب وهتخسر الماتشين اللي لعبهم زياده؟ لا لا، لو الانديه كلها لعبوا 19 هو فان 19، وحتى لو في انديه لعبت 21. انا ماليش، انا مش يعني يعني مش انا سمعتها من متعب ان هو هيبقى ابعد نقطه وصلوا ليها كل الانديه، يعني مثلا لو لعبوا 19 وفي نادي لعب 20 هو فان 19. يعني هياخدوا الحد الادنى، لان ده الطبيعي، انت مراكز بتتغير. ده حل برضه. ده اللي انا سمعته، ما اعرفش بقى ساعتها. بس خلاص هي الكلام محطوط من بدري، يعني اعتقد ان هم حتى انا سمعت المداخله. لو معنى حلك ده مثلا ان هيقفوا عند 20، يبقى لا، يبقى الاهلي هو كده اولى، يبقى الاهلي هو كده اللي هيخش. لا، ساعتها هيبقوا لعبوا 22. يعني الاهلي لو كمل اربع مباراته هيفضل هو واقف عند ال 20 برضه مثلا. وكانت فرقه ثانيه لعبت 22 مثلا. يبقى هياخد اقل حاجه اتلعبت. ده الطبيعي. فير برضه. يبقى ده الطبيعي ان يكون كل الناس لعبت على الاقل اقل حاجه اتلعبت يعني. صح. بس هي دي الزمالك افضل ولا الاهلي السنه دي؟ السنه دي كله بيهادي بعض يعني. تكمله لبيراميدز الجيم شيتوس. طبعا في الجيم ده افضل بدايه لبيراميدز. هو ما قالش بيراميدز، بس هو افضل بدايه بيراميدز السنه دي اصلا في السنين اللي فاتت كلها. فلسه ماسك نفسه، وعلى فكره اللي مخليه ماسك نفسه واللي مخلي الاهلي كل ما الامور تحس انها بعدت، واللي مخلي الزمالك كل الامور تحس ان هم كلهم بيهادوا بعض. اللي هيفرق بقى يا سيف، اللي هيفرق ان انت الفتره اللي جايه مين اكثر تمسكا، هو نظام الدوري العام يعني، هو الاكثر تمسكا للنفس الطويل اللي بنسمعه دايما كتير. بس نفس طويل ده مش كلمه درجه وخلاص، ده مشوار طويل قوي يعني. هو ايه اللي يعني انت بديت مصطلح عالمي دلوقتي، المصطلح اللي بنسمعه على طول ده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو النفس الطويل. سياسه النفس الطويل اللي بنسمعها كتير. ما هو ده اللي بقوله لك، اللي هيفرق في الدوري السنه دي اللي هي كلمه النفس الطويل. النفس الطويل دي مش مصطلح بس بنقوله خلاص كل سنه، لازم نفهم الناس هو عباره عن ايه. عباره عن اكثر هدوءا، اكثر استقرارا، اكثر قليل المشاكل. مين فيهم الاكثر الحاجات دي؟ ده بقى اللي هيبينه لنا الايام الجايه. لكن انت مش عارف يعني وجهه نظرك يعني؟ لا انا مش عارف، اصل انت كل يوم في كوره في جديد. احنا ممكن تصحى الصبح تلاقي هوبا، فمش عارفين ممكن يحصل ايه في اي وقت، انت ممكن تلاقي الامور تتغير. فالفكره الفريق اللي يعرف يحافظ على السكواد بتاعه، يعرف يعمل روتيشن في الوقت المناسب، عنده بدلاء جيدين، فمش هيعاني في التغييرات في ضغط الماتشات. الفريق اللي هيبقى اقل مشاكل، اقل عدم عنده استقرار اداري، واكد على الاستقرار الاداري دي 30 مره. في محلل من اشهر المحللين في الوطن العربي دلوقتي يقول هوبا هوبا. انا بس عايز تروح ولا اقول حاجه؟ هروح دقيقه. نروح لاحمد نجيب واحمد يماني، نجوم لغه الارقام من المغرب، نشوف الجديد عندهم ايه. نجيب واماني مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن. اخباركم ايه؟ كله كويس؟ زي الفل الحمد لله. تمام يا كابتن الحمد لله. قولي الجديد عندكم بكره المؤتمر الصحفي، والاجواء عندكم والاستقبال عامل ازاي؟ والله الجديد احنا النهارده وصلنا الحمد لله، يعني فتره الصبح كان في المطار شويه اختلافات في الراي كده بين المسؤولين المغاربه ومسؤول السفاره المصريه عن اليه توزيع التذاكر، مين اللي حقيقة الحصول على التذاكر في المطار، هل اللي هم بياخدوا فيزا اكون ارايفل اللي جايين في رحله اليوم الواحد او الباكج اللي هي الثلاث ايام اللي تبع شركات السياحه المتفقه مع النادي الاهلي، ولا الناس اللي جايين مباشره واخدين فيزا من مصر بسفاره المملكه المغربيه في مصر. الحقيقه شفنا النهارده يعني يمكن سياده السفير قابلناه والساده مسؤول السفاره، وكان في كمان صورت معاه موجوده ان شاء الله بتتعرض. تدخلوا الراجل بنفسه موجود في موقع الحدث، يعني سياده السفير موجود في المطار، تدخل بنفسه مع المسؤولين المغاربه وحل كل المشاكل، وكل الناس استلمت تذاكرها كلها السلاسه المطار، وكمان ان هم قبل 20
الناس بالفعل دخلت الاراضي المغربيه. بعد كده يمكن الناس توجهت بقى لملعب التدريب وتابعوا تدريب الفريق يعني كان موجود. كان في تدريب في ملعب الاتحاد البيضاوي المغربي، وده كان يعني كان في مجموعه من المشجعين كانوا موجودين بيأزوا الفريق، والاهلي اختتم التمرين. في نفس الوقت توجهت انا لملعب محمد الخامس، في تجهيزات بتتم على قدم وساق للمباراه النهائيه. خلاص تم تحديد الاهلي هيكون الثالثه يمين والوداد هيكون الثالثه شمال، والاهلي هيتنقل البنش بتاعه زي طلب الاستاذ خالد مرتجى، هيتنقل من تيم ايه من ناحيه شمال المصور ناحيه يمين المصور. طيب انا بس الصوت الصوت يا ماني في مشكله، انا عايز اعرف العدد المتوقع في ان هو يكون موجود في المدرجات قد ايه؟ طيب نحاول ناخدهم تاني. واضح الصوت في مشكله ولا هنكمل يا جماعه؟ حد يقول لي. طيب نحاول نظبط صوت، اتفضل. طيب انا بس الكلمه الدرجه اللي قالها ابو العيله وهي سياسه النفس الطويل اللي هي بتاعت الانديه، هو قال نقطتين. النقطتين دول مش هما بس، بيضاف عليهم حاجات تانية. ايه النقطتين اللي هو قالهم؟ اللي هو اكثر استقرارا، اكثر هدوءا. والكلام ده موجود على فكره مش في اهلي والزمالك بس، ده موجود ده في انديه مستقره اداريا اكتر من الاهلي والزمالك. بس تفرق التاريخ والجماهيريه. لسه هقول لك بقى، الاكثر دوافعا، الاكثر طموحا، الاكثر تفكير في الجمهور، هو ده النفس الطويل. هو ده اللي لما بيحصل اي اخفاق او اي نتيجه سلبيه في اوضه اللبس في الاهلي والزمالك، ده اللي انا متاكده لان انا عشت ده. انت ليه ما قلتش بيراميدز؟ لان بيراميدز مستقره اداريا، مستقره فنيا وكل حاجه، ولكن ما عندهاش اللي هو ما عندهاش دي بتاعه البطوله، ما عندهاش لسه حتى اتعاقدوا مع لعيبه كتير جدا بس عندها حافز بس البطوله. بس انا شايف ان عندهم دي. لا وانا مش عندهم دي، بس بالهدايا اللي موجوده دي تخلي حد يطمع. خد بالك هدايا الزمالك والاهلي هدايا وقتيه. انا متاكد ان هي بس انت في نفس الوقت قلت الدوري لنفس الطويل. النفس الطويل، النفس الطويل. وبعدين لا، في جماهير بتحضر. دي الفكره. طول الهدايا اللي موجود ده، مين بقى اللي هيقعد ايه يلقف الهديه بقى في وقت من مناسب كده؟ بس خد بالك الدوري هيفضل فيه مفاجات. احسن مهاجم في مصر مين؟ مهاجم في مصر مصري ولا محترف؟ مصري. في الدوري المصري ولا محترف برضه؟ في الدوري الكاميروني. لا بس انا اصلا انا بهتم بالدوري الكاميروني واعمل له فقره يعني. لا يعني مصطفى محمد احسن مهاجم في مصر، بس مصطفى محمد مش في الدوري المصري. انا بقول احسن مهاجم مصري في الدوري المصري. لا ما قلتيش في الدوري المصري. هي اي اختراعات واي جدال للجدال وخلاص. انت عارف الفرق ايه؟ احسن مهاجم في الدوري المصري مين؟ الفرق ان انا بقول لك الفرق مش ده عربي، انا هجيب حد يترجم العربي. كلام محدد. ما انا بقول والله كلام محدد، ما راجل حاضرنا اهو. كلام محدد يعني. مين حضرتك؟ في مصر في الوقت الحالي انا مثلا شايف ان احمد عطف من اللعيبه الكويسه جدا. احمد خلاص من اللعيبه الكويسه جدا. انا اتفق معاك. احمد عطف. احمد عطف يقدر يلعب منتخب؟ ياخد فرصه ونشوف يعني. انا دايما ما بحبش الحكم على اللاعب انه دولي ولا مش دولي من قبل ما يروح. ليه احكم على لاعب ان هو مش دولي؟ الحضري على فكره، الحضري بجلاله قدره ده قعدنا سنين كتير جدا نقول ده مش دولي. كتير جدا من ايام الجون بتاع جورج ويا اللي حطها له في الضيقه واحد على الشمال دي. الحضري وبعدين عمل تاريخ محدش في مصر أو في حته ثانيه عارف يعمله. فانا بقول لك حته ثانيه خالص. ليه بقى؟ من الاستقرار وحاجات كده كويسه. لا مفيش حد فيه ده بتبقى. فهي القصه كلها ندي فرص ونقيم اللاعب، ندي فرص للاعب انه يلبس تيشيرت منتخب مصر، وبعد كده نقيم اللاعب نشوف ده قدر ولا ما قدرش. بص انت كلامك صح، بس احيانا الرؤيه الفنيه بتقول ايه؟ ده يجي، ده ممكن لو اخد فرصه يبقى رقم واحد، ده ممكن يبقى راس حربه للمنتخب الوطني، رؤيه فنيه مش بالشرط تطلع مظبوطه 100%. من الرؤيه الفنيه لمين؟ لاحمد عطف. الرؤيه الفنيه من مين؟ مين اللي بيشوف الرؤيه الفنيه؟ المدير الفني. بدليل انه اختاره. يعني انا اقول لك حاجه، انا من وجهه نظري والله اعلم ان احمد عاطف ده لو اخد فرصه ممكن يبقى محمد عبد المنعم في فرصته. يعني لو هو موجود يعني ممكن يبقى ما ينزلش. يعني هو لو موجود ومصطفى محمد اختار مين في الوقت الحالي؟ اسئلتي صعب انا دايما. لا 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 لا، هو السؤال الخبرات اكيد لمصطفى، واكيد لا مصطفى بسم الله ما شاء الله يعني واللعب المصطفى امكانيات جباره. لا 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 لا، مصطفى امكانيات فرود اي فرود بعديه مسافه يعني شويه. يعني على فكره مصطفى تقدر تقول عليه. بص بقى الفرق، بص الفرق، ما جادلش معاك. مصطفى حته تانية للامانه يعني كفرود. يبقى فايق دي حاجه تتعلم منها انت ان عادي
في وجهه نظر مختلفه. تحكمت انا اتعلم منك اقول لك صح. لا صح انت بتتكلم. انا عايزك تفكر في كل كلامي انك تستوعبه بعد اربع خمس ايام. فين؟ معظم كلامي انا الواحد اللي بستوعبه بتقعد اربع خمس ايام. انا ما جايب الاستاذ ليه؟ تقول لي انا جايب الاستاذ عشان يستوعب معايا الحلقه بتاعت الاسبوع الجاي. هي دي هبدا استوعب الكلام. انا جايبه النهارده اخد فكره واجيبه بعد كده يشوف الدنيا ماشيه. بص ما فيش لعيبه في مصر عشان في الحته الثانيه يعني ما فيش لعيبه في مصر في حته ثانيه في فروقات كبيره قوي غير قليلين قوي من المحترفين. هو محمد صلاح اللي نقدر نقول عليه فعلا في كاتيجوري ثاني، لكن الباقي كله جنب بعض. يعني فكره ان احمد عاطف وياخد فرصه. طب انا دلوقتي لو عندي هرجع لحته صغيره جدا، لو عندي الشناوي سوري لو عندي جنش وعواد وابو جبل، مين المدرب اللي يختار فيهم رقم واحد لما يكون الثلاثه قريبين من بعض؟ تقدر تقول مين رقم واحد في اي مدرب؟ الثلاثه كل المدربين الاجانب اللي جم لعبوا ده شويه ولعب ده شويه ولعب ده شويه، ما تقدرش تختار بالفرقات القليله دي رقم واحد. ده ما كانش ينفع يبقى موجود في نادي واحد زي الزمالك اللي هو الثلاثه، عشان كده ابتدوا يفكروا ان يمشوا واحد ويخلوا اثنين. اثنين برده وجودهم بيدبدبوا جنب بعض ده لمصلحه الفرقه، لكن ممكن بقى يجي لمصلحه واحد منهم في المنتخب، لان واحد بيبعد فتره فيقول لك لا لا انا عايز اللي بيلعب على طول اللي هو موجود في السيستم على طول. مش بقول بقى انا معه ضد، انا بس بشرح لك فكره ان اللي بيخلي اللعيب بيركب بمسافه ان بيفضل يلعب على طول، فثقته بتيجي وشخصيه بتيجي. انا مقتنع خلاص، انا مش هجادلك. من وجهه نظرك مين واحد ومين اثنين فيهم؟ في مين؟ عواد وابو جبل؟ لا ما اقدرش اقول لك فعلا لان هم قريبين من بعض. انا بقول لك بمنتهى الامان وجنش لو معاهم نفس الكلام، هم الثلاثه قريبين من بعض. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع بقى نتكلم على ليفربول وريال مدريد بعد الفاصل. نروح بقى لليفربول والريال النهارده، ومباراه كبيره جدا لعب ليفربول وكسب الريال. دي حقيقه ربنا يعني يكون في عون محمد صلاح السنه دي والله. شويه محمد صلاح اسطوره بصراحه، اسطوره ده اللي في حته ثانيه يعني للناس. ها ده اللي في حته ثانيه. لا 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 ده في حته ثانيه لوحده، في اخد ارض في حته ثالثه 7 18. ربنا يحميه والله لمصر ويحمي يعني الوطن العربي كله بصراحه. يعني حاجه خير سفير بصراحه الكره المصريه والعربيه. النهارده ليفربول كان بيلعب كورتوا، بس غير كده الامور يعني مفيش توفيق. ودي كره القدم، ممكن فرقه دايما يقول لك النهايات تكسب ولا تلعب. فالنهارده ده اللي ريال مدريد عمله، هو ده ادى درس للفرقه اللي بتدافع كويس وعندها حارس مرمى كويس جدا او يعني نظام دفاعي كويس تقدر تكسب في اي وقت. النهارده النظام الدفاعي ده اشتغل، وبكوره واحده عايز اقول لك انها فيها لك كبير جدا، لان يمكن فالفيردي مش مبصيها ده شريطها، وطبعا مكمل فيها طبعا اللعيب اللي جاب الجون اسمه والله نسيت جونيور. جونيور مكمل فيها ناحيه الشمال وتوقعها وحطها في نقدر نقول واحده في المباراه، ودي بتحصل. سيناريو بقى اللي هو ايه الاسوء بختك الوحش يعني، لكن بمنتهى الامانه ما تقدرش تلوم فريق ليفربول. فريق كويس جدا، فريق بيضغط على ريال مدريد تقريبا 90 دقيقه، بيلعب هاي بريشر. هاي بريشر ده نادرا لما اشوف انا فرقه بتلعب هاي بريشر 90 دقيقه. دي قوه بدنيه رهيبه، شخصية، إمكانيات، واثقين في إمكانياتهم. المدرب اللي يلعب يا سيف ضاغط 90 دقيقة ده واثق في إمكانيات لعيبته، وعارف هو يعني عارف هو بيضربهم على إيه. يعني هل حد يتوقع بالليفل ده ريال مدريد يبقى مضغوط طول الوقت ده؟ ريال مدريد بالشخصية الكبيرة للبطولات 13 14 بطولة أوروبا يلعب مضغوط 90 دقيقة؟ أنا شايف إن مش أي فرقة عندها القدرة دي. في فرقة تتمنى تعمل كده وتحاول، لكن القدرة على أرض الملعب كان ليفربول عارف يعملها. يقدر اللعيبه بتستلم الكوره بيلعب في عدد من الباصات استحواذ، يعني نموذج كلمه الهارد لاك. الحقيقه النهارده في كرات النهارده ما تطلعش في كره القدم، يعني كرة النهارده كره الماني وكره محمد صلاح ما تطلعش، الكره دي مكانها الطبيعي جوه الجون. لكن كره القدم دي غير عادله والله، فعلا كره القدم بتثبت انها غير عادله. في حسابات اخرى بتدخل عشان التوفيق يجي. النهارده يبقى يومك، النهارده سيناريو واحد يطرد واحد يتعور، يبقى مثلا حارس مرمى موفق جدا جدا جدا. يعني لو نفتكر النهائي اللي قبل كده قبله في ليفربول وريال مدريد 2018 كان العكس تماما، عدم توفيق تام لحارس المرمى ليفربول خسرك البطوله. النهارده توفيق تام لريال مدريد، حارس مرمى ريال مدريد. النهارده ليفربول بيلاعب كورتوا. لا انا يعني انا متفق مع كلام ابو العيله، بس في نفس الوقت الريال عنده منظومه دفاعيه كبيره. بس اقول ما يعني انا كل عارف الريال النهارده ممكن يكسب 2-3. دي حقيقه طبعا،
انا كل الكلام اللي انا عايز اقوله ايه، ان كل الكلام اللي بنقوله ان هو استحواذ والضغط العالي اللي عمله ليفربول والكلام ده كله، في الاخر المباراه انتهت للفريق الكبير فريق ريال مدريد، اثبت ان هو فريق كبير قوي وفريق بيعرف يكسب في الوقت اللي فيه وحش وهو فيه وحش، وده مهم جدا. الفرق الكبيره هي الفرق اللي لما تبقى وحش وحالتك وحشه تعرف تكسب. تعرف تكسب ازاي؟ لانك بتعرف تقف. تعرف تقف يعني ايه؟ بتعرف تدافع اللي انتوا بتقولوه. او الحاجه المهمه الثانيه ان حارس مرمى ريال مدريد النهارده هو ده الطبيعي على فكره، هو ما بيحرس مرمى نادي صغير، هو بيحرس مرمى نادي ريال مدريد، فطبيعي ان هو يبقى على نفس القدر ونفس الموهبه ونفس الجوده ونفس المسؤوليه بتاعته. الشكل ده لا، الشكل ده لا، هو لا. النهارده كان سوبر يعني خالص. لا لا سوبر، لا 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 سوبر، سوبر لا 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 سوبر، بيقفل اللقطات اللي بتتفرج عليها وتحللها بول. الراجل بيروح يقفل برجله ويغطي بايده ويحط صدره. انا مقتنع بس بقول لك ان ده حارس مرمى ريال مدريد طبعا طبعا، بس النادي بتاعه بس بيلعب قدام ليفربول، معلش يعني بيلعب قدام لعيبه ما ينفعش تطلع منها على طول بالشكل ده. طبعا انا بحب جدا الفرق اللي بتكافح. فرقه ريال مدريد النهارده كانت بتكافح في الناحيه الدفاعيه، بتكافح في الوقفه بتاعتها، حارس المرمى بيكافح. بنتكلم على كوره محمد صلاح اللي حطها في البعيده، لا الراجل يعني هو طبيعي سيف ان انت حارس المرمى بيقفل تلتين والتلت الاخراني هو يعني في تلت بيبقى مفتوح في الجون. هو قافل الجون. هو طالع قافل الجون، بس هو اما صلاح فتح، اما صلاح فتح اخذ خطوه، هو خد خطوه الخطوه دي قفلته، لان هو حافظ صلاح، عارف ان هو دي الزاويه المفتوحه طبعا. فعشان كده راح بسلاسه طبعًا. ما راحش مثلا بطرف ايده، لا ده راح فارق جسمه. فلا في الاخر ان التاريخ مش هيقعد بقى يقول ده عملوا ضغط عالي وعملوا ضغط واطي وعملوا الكلام ده كله. التاريخ في الاخر قال ان ليفربول اتغلبت من او ريال مدريد كسبت ليفربول وخدت البطوله ال14 في تاريخها، وده ده ده الطبيعي. وفي الاخر النهائيات زي ما ابو العيله بيقول، وانا مقتنع بالكلام ده جدا، بتكسب ومش مهم تلعب خالص، لان اللعب ما بياكلش عيش، هو التاريخ والنتائج هي دي اللي بتاكل عيش. هل احيانا المدير الفني مثلا زي انشيلوتي بيسخن مثلا بالكلام، لازم يبقى فيه متعه، لازم تلعب كره حلوه، لازم ما ينفعش تبقى تلعب بشكل دفاعي زي كده؟ لا، الناس دي بتفكر بواقعيه. يعني النهارده انت حسب امكانيات لعيبتك، يعني ليفربول عنده امكانيات انه يعمل المتعه، عنده تنوع مختلف تماما في التلت الهجومي. ريال مدريد ما عندوش نفس التنوع ده، بس عنده افراد يقدروا يشتغلوا على السيستم اللي موجود. يعني النهارده وانت حتى بعد ما جبت جون ليفربول ماسك الكوره، كان ممكن زي ما انت قلت يخسر، يتغلب 2 و3. ليه؟ لان هو السيستم اللي موجود يساعده على تطبيق الفكر معين، الفكر الواقعي. هو انشيلوتي النهارده عارف انه بيلعب فريق دايناميك، يعني فريق ما عندوش ثوابت في الملعب. اللعيبه خط نص النهارده كله لمصلحه ليفربول، ممتلكين نص الملعب تماما، الثلاثي اللي في وسط الملعب يعني يفرضوا رتمهم على اي حد. فانا كمدير فني عارف اني بلعب فرقه زي دي، بلعب بطريقه اهم حاجه ما تخش فيها جون، والفرقه اللي بتلعب كوره حلوه دي لو ضربت لها، يعني لو ضربت ظهرها بواحده او اثنين تقدر تخلص الماتش. هو عمل كده، ده واقعيه. هو اشتغل بواقعيه، وده مش عيب في كره القدم، بس الحقيقه ممكن واحد يعمل كل ده ويبقى مش موفق. لكن النهارده هو كان موفق، كان حارس المرمى بتاعه في افضل يعني فورمه ليه من ناحيه التوفيق. كمان الكره اللي جات له كمان اللي هي ممكن تكون مش ملعوبه كامله، لكن كمان كان موفق فيها، ودي كره القدم موجود فيها الكلام ده. كلوب كمان افضل مدرب في العالم بيلعب على السكند بول، يعني أوه. كلوب ليفربول ده الفريق الوحيد اللي الكوره لو اتاخدت منه ترجع بعد ثانيتين، ترجع بعد ثانيتين، ما حدش يطلع بيها غير لو اتضرب في دفاعاته. عارف قبل ما كلوب يمسك ليفربول، او مسكهم سنه كام تقريبا؟ بقاله 5 سنين دلوقتي. 5 سنين. انا 2017 لما رحت مع سيميوني بيعمل تمرينه ازاي تستحوذ على الكوره بعد ما بتفقدها في خلال 6 ثواني. التمرينه كلها عباره عن كده، انا حضرت معاه اسبوع، معظم التمارين كانت عباره عن 6 ثواني بالظبط، وبيحسبها، وبعد ال6 ثواني لو فرقته او اللعيبه ما جابتش الكوره يوقف ويوبخ ويزعق وبيبقى عنيف جدا. فست ثواني بعد ما تعمل الانقضاض على الكرة بعد ما تفقدها عشان تاخدها. سيميوني برضو قال حاجة أنا شفتها، وهي هتفضل طول عمرنا كابتن سيف بنتكلم فيها، النتائج ولا متعة الأداء، النتائج ولا متعة الأداء. هو للأمانة
النتائج اوقات كتير بتجيب متعه بعد كده في الاداء، بس هي النتائج المهم، النتائج بتديك ثقه، الثقه بتديك لعب. النهارده على فكره ليفربول فضل متسيد المباراه كلها، بس لما ريال مدريد جابت جون تحس ان ريال مدريد بدات تلعب باريحيه بعد صح كده صح. يعني الجون بيفرق صح. المكسب والنتيجه بتغير من الاداء بشكل كبير جدا، بتخليك صح. الكلمه اللي بنقولها دايما المكسب بيجيب مكسب، اه طبعا المكسب بيجيب مكسب وبيجيب ثقه، المكسب بيجيب اداء حلو طبعا. نروح لزميلنا محمد محمودي من باريس من امام استاد اللقاء على الهواء مباشره ونشوف الجديد. محمودي اتفضل. كل التحية ليك يا كابتن سيف، وطبعا نهائي دوري ابطال اوروبا وفوز ريال مدريد على ليفربول، مباراه واجواء من قبل المباراه لبعد المباراه، الاجواء كانت مليئه بكل حاجه، بدراما باكشن، بريال مدريد اللي بيعود في المباراه بعد ما كان ليفربول مستحوذ ومسيطر وبيضيع الفرص، بينجح ريال مدريد بانه يسجل هدف ويحافظ عليه حتى النهايه. الحقيقه انه الاجواء بشكل عام على مدار المباراه وما قبل المباراه ورغم المشكله اللي حصلت، ودي نقطة مهمة جدا، رغم المشكلة اللي حصلت جماهير ليفربول مع اللجنة المنظمة مع الأفراد الشرطة والمشكلة الكبيرة جدا اللي حصلت، لكن رغم ده لحد دلوقتي واحنا بره الملعب ما قبل المباراة ما بعد المباراة من ساعة ما جينا فرنسا ودخلنا وشفنا الجماهير مع بعض لم يحدث أي مشكلة بين جمهور ليفربول وجمهور ريال مدريد. واحنا داخلين الملعب النهاردة بيتصوروا مع بعض، بيشتروا الحاجات من الستور الخاص من اليويفا مع بعض، كانت الاجواء جميله جدا اللهم الا في المشكله اللي حصلت وما كانش جمهور الريال طرف فيها، بل انه اللجنه المنظمه مع الصفوف المخصصه للتذاكر وعمليات الدخول ده اللي كان فيها ازمه بعض الشيء وحصل اللي حصل. يعني صلاح بعد المباراه كان متاثر شانه وشان البقيه، اللعيبه نفسها كان عندها الشعور بانه البطوله راحت وانها بطوله كبيره بتيجي بعد خساره الدوري كمان، فكانت المساله صعبه جدا جدا على لاعبي ليفربول، وقعوا في الارض وكانت الحاله صعبه جدا. عايز اتكلم على جمهور ريال مدريد في اكتر من حاجه، لان جمهور ريال مدريد كان محفز جدا في الاوقات اللي كان ليفربول بيضغط فيها على الريال في الشوط الاول، كان محفز جدا لما حس انه الفريق بعد 40 دقيقه بدا شويه يستحوذ على الكوره، 30 ثانيه دقيقه دقيقه ونص، فبدا ان هو يساعد اللعيبه ويشد من ازر اللعيبه بعد ما الفار لغى الجون، كان نقطه تحول كبيره جدا انه بدايه الشوط الثاني، وبعد الهدف كانوا عارفين يتدخلوا علشان يشدوا من ازر اللعيبه ويحاولوا ان هم يحمسوهم. جمهور ريال مدريد عمل احتفالاته بعد المباراه على طريقته الخاصه واحتفل بانه ملك في هذه البطوله دوري ابطال اوروبا. على الناحيه الثانيه جمهور ليفربول كالعاده يو ويل نيفر ووك الون كانت الاغنيه اللي بتشتغل مش بعد المباراه لكن قبل ما المباراة تنتهي، واحنا في الوقت بدل الضايع كان الجمهور بيشد من أزر اللعيبة انه حتى لو اتغلبتوا فاحنا معاكم واحنا في ظهركم، وده طبعا جمهور ليفربول وعاداته الشخصية في المباريات اللي من هذا النوع. يبقى ان احنا نقول انه اغلب الطاقم اللي كان موجود معانا من الصحفيين من الناس اللي شافت المشاكل اللي حصلت بتؤكد انه كان هناك حالة من سوء التنظيم الموجودة عند الاتحاد الاوروبي في مسألة دخول الجمهور وما إلى ذلك يعني، لكن طبعا كل طرف عنده رواية ما بين أنه ده حصل ما بين أنه كان في مجموعة من اللي معهمش تذاكر يعني أو اللي بيدوروا على تذاكر أو بيحاولوا افتعال الأزمة هم اللي حاولوا ينطوا من فوق السور وافتعلوا المشكلة، لكن تم السيطرة عليهم وتأجيل المباراة زي ما حضرتك تابعت بكل تأكيد ربع ساعة ونص ساعة. مباراة ممتازة لصلاح لينال احترام وتقدير الجميع، كل المحللين اللي كانوا جنبنا صحفي الديلي ميل الميرور محلل سكاي سبورت كل وسائل الاعلام حتى المنتمين لريال مدريد سواء لماركا او اس او موندو ديبورتيفو الكل اشاد بمستوى صلاح النهارده وانه ليفربول عمل اللي عليه، لكن يبقى الريال رقم صعب وصعب جدا جدا في دوري ابطال اوروبا. شكرا زميلنا محمد المحمودي، شكرا جزيلا، مجهود كبير للحقيقه المحمودي بشكره شكرا جزيلا، وعامل تغطيه واداء رائع من باريس بعد اللقاء. محمد صلاح يظل رقم كبير جدا في المعادله عندنا في مصر في العالم كله، واحد من التوب فايف في العالم، واحد الحقيقه من رموزنا، واحد من الناس اللي شرفونا بشكل كبير، واحد من الناس اللي هتفضل التاريخ يتكلم عليها في العالم كله مش في مصر بس. عمل اللي عليه النهارده وعمل اللي عليه السنه دي وعمل اللي عليه بقاله سنين كتيره جدا جدا على التوالي، ويظل ان شاء الله باذن الله محمد صلاح رمز من رموز ليفربول والسنين القادمه. طيب نقفل الصفحه دي ونروح لصفحه الزمالك والاسماعيلي. شفت المباراه ازاي؟
المباراة الحقيقة كانت يعني قوية، بتأكد فكرة ان مفيش فريق نقدر نقول مثلا حتى لو متزايل الجدول. طبعا الاسماعيلي قيمة كبيرة واسم كبير وكل حاجة، لكن كان موقفه في الجدول كان صعب جدا. عمل ايه؟ مجرد ما كسب ماتشين اتنقل نقلة مختلفة وابتدى يبقى يدخل تاني، يرجع الفريق الاسماعيلي اللي احنا عارفينه الشرس القوي. فالنهاردة المباراة الحقيقة دايما بتبقى ممتعة ما بين الزمالك والاسماعيلي، هدف هنا وهدف هنا، المباراة تروح وتيجي. الاسماعيلي النهاردة عمل جيم كويس جدا جدا، خاصة الشوط الأول وكان مستحوذ على الكورة، لكن توقيت الأهداف كان فرق مع نادي الزمالك بشكل كبير. كان في إصرار النهاردة من لعيبة نادي الزمالك وقدروا إن هم يستغلوا يمكن يعني بعض الهفوات. عايز اناقشك في اللقطه دي اتكلمت عليها في الانترو، معرفش شفتني ولا لا. أسيف. رايك فيها ايه؟ هايله. بص كان دايما في جبهه حلوه جدا ما بين فتوح وبنشرقي. لا انا اتكلمت على بص لعيبه الزمالك جريت على عبد الله. شفتك انت بتتكلم. واحتفال بن شرقي ضعيف جدا. ليه؟ ممكن يكون هو حس ان الجون مثلا 70 80% منه معمول لبن شرقي، ف ليه من ناحيه فنيا يعني ولا ليه من ناحيه ايه؟ بصفه عامه يعني انا جبت جون في النادي الاسماعيلي، احتفالي ضعيف جدا، واللعيبه جريت على اللي عمل الاسيست كويس. انا فرحانين بعبد الله جمعه، انا بقاله فتره ما بيلعبش، بقاله فتره غايب، وعبد الله الحقيقه يستحق مساف يعني مساحه اكبر من كده في فرقه الزمالك. دايما لما بيبقى في مكانه او بيبقى في مستواه بيبقى مؤثر، ولو لعب اي مركز مش بس باك. ليه احتفال بن شرقي كان هادي كده؟ ممكن تكون رجليه وجعاه شويه ولا حاجه، بيزك ولا حاجه، ولا لما اتزحلق يعني تعبته ولا حاجه، ممكن يعني. بس انا شايف ان ساعات ممكن ما احتفلش قوي كده، تقديرا مثلا ان عبد الله جمعه كان عايز يروح له، ما وقع على الارض ما لحقش يروح له. بس انا عاجبني الجبهه ناحيه الشمال، كان دايما بيبقى بن شرقي وفتوح هو اللي بيبقوا دايما واخدين اللقطه ناحيه الشمال، لكن النهارده عبد الله جمعه بيثبت انه بيقدر يعمل جبهه مع بن شرقي. صح. بس انت ما سالتش ليه بن شرقي اتزحلق عليها باستموات كده. سالت سؤال تاني خالص، قلت لي ليه ما احتفلش قوي؟ يعني هو راح على الكوره كمل ورا الهجمه وعمل تاكلينج كويس جدا، كان ممكن يعني يخس شويه وما يروحش يعمل التاكلينج الكبير قوي ده ويسيبها لاي حد جاي من ورا يعني. لا لا، وهدف حلو جدا فنيا، وكان حقه ان هو يحتفل بيه بمقدار تعبه. راك انا رايي ان الاثنين مضغوطين. عبد الله جمعه مضغوط من قصه ان هو بقى له فتره ما بيلعبش، اقاويل كتير حوالين اللي استغنى عنه وهيمشي، وبعض من الجماهير ممكن تكون شايفه ان هو ما كانش ليه دور الفتره اللي فاتت، فلما عمل اسيست بنسبه يعني زي ما بنقول في الكوره كده قشرها للراجل بن شرقي بنسبه 90%، فحس ان هو كان ليه دور كبير وبصمه كبيره في الجون، فهو اللي راح يحتفل مع الجمهور ويقول لهم لا انا موجود، لان هو ما راحش كمان يهلل، هو راح عمال يشاور كده فبيبين انا 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 مش واخد فرصتي، انا عندي احسن من كده كتير قوي. ده بالنسبه للجزء بتاع عبد الله جمعه. الجزء بتاع بن شرقي وليه ما احتفلش؟ لان برضه مضغوط من قصه التخوين، من قصه ان هو مضى للنادي الاهلي، من قصه ان هو لازم يمشي. هو على فكره انا اختلف معك في حاجه، بس التخوين هو في الاخر لعيب محترف. تخوين من الجماهير؟ لا لا خالص. لا انا بقول لك بعقليه الجماهير. ما انا هشرح لك ليه. ده لاعب عقده انتهى، لاعب محترف مش ابن النادي، يروح اي حته وعايز. لا هو اكبر دليل ان هو لاعب محترف ان هو بيستموت على الكوره وهو خلاص فاضل له وقت قليل جدا ويمشي. فانا انا ما بتكلمش بعقليتي، انا بتكلم بعقليه الجمهور، ومعظم الجمهور كده ما بيحبش اللاعب اللي بيماطل في التجديد سواء محترف طبعاً مصري بس اي حاجه. طبعا اللاعب المحترف مش المفروض يمثلك ضغط، لان انا مش متمسك قوي بالجمهور، يعني الجمهور عندي مش انا مش ابن النادي، انا مش المشكله لما يبقى اللاعب المحترف لغته بيتكلم نفس اللغه بتاعت البلد. حتى لو لا ما بتفرق، لانه بيقابل ناس كتير وبيكلموه بكل اللغات، انما لما يبقى لاعب اجنبي ما بيتكلمش لغتك، او انت محترف ما بتتكلمش ما مش هتفرق معاك كتير، اللي بيشتمك انما في اكيد بيتعرض لضغوطات، اكيد جمهور من جماهير الزمالك بتقابله وتقول له ايه بن شرقي راح فين وجاي منين، انت بنحبك، يعني كلام كتير. فالضغطه اللي هو فيها ممكن ان هو ده السبب، انا هعمل اقصى جهد لاخر لحظه، انما اللي انت بتتكلم فيه ان هو لاعب محترف وانه يمضي ويجدد ويمشي ويروح. ده مش كلامي، ده كلام اداره النادي. وده مش لاعب، ما بتكلمش على اللاعب المحترف بس، بتكلم على كل اللعيبه. انا في ظل ما حسام عاشور كان بيفكر ان هو يجدد ولا ما يجددش، كنت بطلع بقول يا جماعه زي ما من حق الانديه ان هي تستغنى عن اللاعب في اي وقت، من حق اللاعب انه يفكر في الوقت اللي هو بيجدد فيه، يجدد ولا ما يجددش. رايك النهارده في لقطه كابتن اسامه نبيه وكابتن حسني عبد ربه؟ لقطه مش حلوه،
لقطه مش حلوه تبقى موجوده، خاصه ان الجيل ده جيل جديد، يعني جيل كابتن اسامه جيل جديد وجيل حسني جيل جديد، فما ينفعش ان احنا نبقى هو ده الجيل. لمين فيهم رايك في الاخر المشهد للاثنين؟ يعني في الاخر في خناقه، مين مين اللي بادر، مين اللي بدا، مين اللي ما بدا، مش الجو ده جو وحش، وخاصه لما يبقوا اثنين زي ما بقول لك بيمثلوا معظم الجيل الموجود اللي احنا بننادي بانهم ياخدوا فرصهم. بس دائما الصوره بتديك مشهد ان احنا ندي نصيحه طبعا اللي كان اكثر عصبيه، للي حسني اكثر توتر، حسني حسني اكثر عصبيه، انما الموقف صعب بالنسبه له انا عارف. هو حماس من ساعه ما كان بيلعب، هو متحمس، انما هو لازم يفصل دلوقتي. المكان ده مش كده، لا يعني لسه اقول لازم يفصل دلوقتي، لان هو راجل مدير كوره، واهم حاجه في الجوب ديسكريبشن بتاع مدير الكوره هو حل الازمات مش افتعال الازمات. صح. فدي مهمه جدا. فحسني انت لازم ما تصدرش لعيبتك، لانك انت نجم كبير ولعيب كبير وتاريخ في اسماعيليه، ما تصدرش لعيبتك التوتر والعصبيه دي. فده نصيحه عشان انا بحب حسني بشكل صح. كبير جدا. كابتن ابو العلا، الاثنين الحقيقه مهذبين اصلا، يعني اسامه نبيه مهذب جدا وحسني عبد الرب مهذبين جدا، بس الاثنين مضغوطين. حسني مضغوط من اتجاه فكره ان انت في موقعك في الجدول، والزمالك برده مضغوط ان هو عايز يلحق الصداره ويحافظ على الصداره. بس انا عجبني الموضوع ما خدش مساحه كبيره، يعني خلص على طول. بتحصل ساعات تنشنات ملعب سيف نص دقيقه دقيقه، المهم ما حصلش تجاوز ازيد من كده، وفرصه ان انت بتقول طبعا مهم يبقى في رساله ان الامور تبقى اكثر هدوءا، خاصه زي ما شيتوس قال ان الاثنين في موقع مسؤوليه. ده طبيعي انه بيحصل في كل حته في العالم، لكن المهم ان ما حصلش تجاوز. فنتمنى ما يتكررش، لكن الاثنين لازم نقول ان الاثنين برضو على مستوى خلق عالي. وبعدين شفت طبعاً بعد الماتش شفت ان ابتدوا يقربوا تاني من بعض، حتى بقيه الجهاز، يعني حتى لو مش حسني بقيه الجهاز، بس مش حسني واسامه مش مشكله، ممكن يكون خلص جوه اوضه اللبس. بس كابتن يعني حسني متعصب، يعني لازم نمره واحد يهدى طبعاً. لازم يبقى عارف ان المكان ده محتاج دوه، حتى لو انت موقفك في الدوري صعب. كابتن ايهاب جلال كان موجود وكان معاه ناس السنه اللي فاتت، كان الاسماعيلي موقفه صعب جدا وطلع بالهدوء. عمرك ما هتطلع بالانفعال. زائد ان في نقطه لازم الناس تاخد بالها منها، حضرتك رمز نادي بتحرك جمهور وراك. انا بنادي الجمهور يعرف ان دي نرفزه ملعب، فالجمهور ما بتيش يتحرك، يعني الجمهور ما بتيش يتحرك ورا ده ولا ورا ده ولا بتاع. زائد ان الصوره لازم دايما تطلع حلو. انا اتفقت معاك على راي الفيلم. اتفقت معاك، انا بدي دروس. انا اتفقت معاك عشان حبيبي، ما بقولكش اكتب ورقه ولا اتفقت معاك. شرفتنا يا كابتن ابو العلا. حبيبي يا كابتن سيف، شرف بوجودك دايما. انا مستمتع بوجودي معاك والله. كابتن وائل، والله يا كابتن سيف انا يعني انا كمان بتشرف بوجودي معاك. بس الفترات اللي فاتت كوم، والنهارده مع ابو العلا كوم تاني خالص. انت خدت فكره عشان الاسبوع الجاي، يعني الاسبوع الجاي خدت فكره. احنا نتفق على الموضوع كتير كده ولا يعني نتفق مع بعض على الموضوع؟ هتصوروني كتير وبتاع وكده. انا بشيرك. نتفق مع بعض على الموضوع الاسبوع الجاي ده، عشان شكلها فيها قوي طبعا. انا عايز اوديك في حته ثانيه، سيب لي نفسك بس. وانت استفدت من خبرات الفنيه اكيد كتير جدا جدا. لا انا وائل، يعني اكيد انا اهم حاجه استفدت بيها النهارده. اكيد وائل النهارده هيروح هيفهم بقى روتيشن. الدبدبه مهمه جدا، يعني في اختياراتي للعيبه لازم يبقى في دبدبه. ده بديب. بشكرهم شكرا جزيلا، بشرف دايما بوجودهم معايا. فاصل وبعد الفاصل صبري سراج احمد فوزي، وحديث عن ريال مدريد وليفربول بعد الفصل.